خليني برضو أسألك عن يعني اللاعب اللي تتوقع غير محمد صلاح يكون هو يعني محور الأداء بتاعنا، واللي ممكن يكون يعني نقطة فاصلة في هذا اللقاء. بصراحه يعني انا يمكن زي ما قلت لك انا شايف ان عبد الله السعيد ممكن، عبد الله السعيد برضو من اللعيبه الكويسه، اللعيبه اللي رؤيه، لعيبه اللي بيتمتع بخبرات كبيره جدا في الكلام ده، بيتمتع ايضا بضربات ثابته، برؤيته حلوه قوي في الملعب، ودايما في كيمياء كده بينه وبين محمد صلاح، يعني هما الاثنين تحس ان هما فاهمين بعض. تحس ان عبد الله السعيد بيحط لمحمد صلاح الكور في حتت في اماكن مناسبه جدا. فشوف ان عبد الله السعيد شايف ان هو برضه ممكن يتالق في هذا. اسئلتي السريعه للكابتن فتحي مبروك والاجابه اسرع، افضل لعيب في منتخب مصر في تصفيات مونديال 90 كان؟ كل الفرقه. كل الفرقه. احسن لعيب في النهائيات كان؟ كل الفرقه. السبب الاول في خروج مصر من الدور الاول كان؟ في خروج مصر من الدور الاول في كاس العالم. كاس العالم امتى؟ سنه كام؟ 90 احنا سنه احنا ما خرجناه. في خروج الماتش. لا لا لا، صعوبة المجموعة. صعوبة المجموعة. طاهر أبو زيد كان يستحق فرصة أكبر في كأس العالم؟ كان يستحق، ولكن الإصابة يمكن كان عمل عملية في العضلة الأمامية، يمكن دي اللي أخرته. كان سليم تماما في كأس العالم. دي اللي كانت بس كان يستحق فرصة، كانت أخرته شوية يعني. حتى لعب ماتش أيرلندا. الفوز ببطولة الدوري 2013-2014 هو أفضل إنجاز في مسيرتي كمدير فني. الحمد لله قوي قوي. الكرة المصرية استفادت كما ينبغي من الكابتن جوهري ولا لا؟ استفادت طبعا. استبعاد شريف وقفشه يعني ممكن يخلي كروش موجود امام الحساب امام الجماهير المصرية؟ غير منطقي، استبعاد غير منطقي. حفاظ الاهلي على لقبه كبطل افريقيا هيكون صعب بعد خساره الدوري والسوبر اخيرا؟ لا ان شاء الله يحافظ على البطوله دي. انتظروا هذه الموهبه الشابه خلال السنوات القادمه، ترشح مين؟ انتظروا هذه الموهبه الشابه. اكرم توفيق. اكرم توفيق.